بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم ومحاضرتنا هي دورة رانكن. ودورة رانكن احنا اخذناها حقيقة اخذنا اجزاء من عدها في الشابترات السابقة، يعني مثلا اخذنا البامب، اخذنا التوربين، اخذنا الكومبرسر، ايضا اخذنا الهيت اكسشنجر اللي هو البويلر. الان نجي نجمعهم في دورة واحدة او ما تسمى برانكن سايكل، اللي يتكون من 4 بروسيس كسمبل ادر، يعني دورة مبسطة ومثالية. نشوف انه تبدي هنا بالساتوريتد ليكويد قبل البومب، وثم يضغط البومب الى النقطة رقم 2 اللي هو الهاي بريشر. هنا نشوف بالتي اس دايجرام عندك نقطة رقم 1 ساتوريتد ليكويد، ويضغط الى الضغط الثاني اللي هو نقطه رقم 2. اذا راح يشتغل المحطه، تشتغل او الدوره بين ضغطين، ضغط قبل البومب وضغط بعد البومب. هنا راح يدخل السائل المضغوط الى البويلر، ويصير هنا عمليه هيت ترانسفير، لان راح يصير عندنا الفرن. الفرن ينقل الحراره الى الماء او السائل الموجود بالبويلر او في انابيب البويلر، فيسخنها وبالتالي نحصل على بخار في نقطه رقم 3. اذا هاي كلها البروسيس من 2 الى 3 هي هيت اديشن، هي هيت اديشن نحصل. ونقطه رقم 3 راح تصير اكيد بالسوبر هيتد، وهنا يصير عندنا سوبر هيتد فيبر نوجهها الى التوربين او ريش توربيني. ريش التوربينية راح حرارة هنا تدور بسرعة عالية وتولد لنا ورك دوراني اللي يتحول إلى شغل كهربائي بواسطة الجنريتر. إذا يصير هنا عملية، طبعا البروسيس بين 1 و2 ازنتروبيك كونستانت، ازنتروبيك بروسيس اللي هي كونستانت انتروبي، وبين 2 و3 كونستانت بريشر راح يصير يتدشي كونستانت بريشر، وبين 3 و4 هنا راح يصير شنو عندنا، يصير اكسبانشن ازنتروبيك اكسبانشن راح يصير، فيكون هنا الانتروبي ثابت. هذا الحكي بالسمبل ادر. نقطة رقم 4 راح تدخل الكوندنسر، فهنا يدخل يا اما يكون يعني ميكستشر احيانا او ساتوريتد فيبر. المهم انه هنا يصير تبادل حراري وتطلع الحرارة للخارج، حرارة السائل، وبالتالي يبرد ويتحول الى ساتوريتد ليكويد وتستمر الدوره بهالشكل هذا. اذا عندي 4 بروسيس، طبعا هنا كونستانت بريشر، البروسيس بين 4 و1 هيت اديشن هيت ريجكشن يصير هنا، فصار عندي هنا كونستانت بريشر. اذا عندي 2 بروسيس كونستانت بريشر هي 4 و1 و2 و3، وعندي 2 بروسيس ايزنتروبيك اللي هي 1 و2 و3 و4. الآن نجي نطبق قانون الثرمودينامكس الأول أو الثاني حقيقة على كل بروسيس. نشوف هنا القانون الأول، التغير بالحرارة زائد التغير بالشغل يساوي لي التغير بالإنتاج، هذا على كل جهاز أطبقه. فنشوف بعض الأجهزة هنا يكون بها حرارة وما بها شغل، والعكس صحيح. شوف هنا الورك بامب يصفي H2 ناقص H1 الانثالبيز، فرق الانثالبيز، ومشابه الشغل يعني الحكي كانه الورك بامب هو الفي سبيسيفيك فوليوم في دلتا بريشر او التغير بالبريشر حول البامب. طبعا H1 قلت لك دائما تاخذ هي HF at P1 زين هنا، والV1 راح يصير VF at البويلر ما بيه شغل صفر بس بيه حراره، راح يصير فرق الانثالبي بين نقطه 2 و3. ونفس الحاله بالنسبه للتوربين راح يصير بالعكس، الحراره صفر لان ادياباتيك ازنتروبيك يعني ادياباتيك، وبالتالي الورك راح يصير H3 ناقص H4. ونفس الحاله بالكوندنسر الورك صفر، فراح يصير الكيو اوت الكيو ريجكشن او الهيت ريجكشن اللي يصير انثالبي 4 ناقص انثالبي 1. هاي مجرد انه احنا طلعنا الانثالبيز نقدر نستخرج
باقي البارامترز من الورك والهيت، وبالتالي اقدر احصل على الكفاءه اللي هي الورك نت على الكيو ان او الهيت اديشن، او واحد ناقصها الكيو اوت على الكيو ان، والشغل الكلي هو كيو ان ناقص كيو اوت، او شغل التيرباين ناقص شغل البامب. حقيقه هنا بالوحدات الانجليزيه يعني في المحطات الامريكيه يحسبون الافشنسي 3412 هو معامل تحويل بي تيو والكيلو على الهيت اديشن او هيت ريت بالبي تيو لكل كيلو وات. وهنا ضارب لك مثال يعني قايل لك اذا الهيت ريت 11363 تجي تخليها هنا فيصير عندك الكفاءه 30%. شوف هذا الاكزامبل، هنا محطة بها مواصفات تنتج باور 210 ميجا وات، وتشتغل بين ضغطين اللي هو 10 ميجا باسكال، يعني هنا ضغط اللي يدخل التيرباين، والدرجة حرارة 500 سنتيغراد، زين، والكوندنسر 10 كيلو باسكال. إذا ضغطين عندي 10 كيلو باسكال و10 كيلو ميجا باسكال، سوي الحسابات مالتنا. هنا راح نحسب H1 هو HF بالعشرة كيلو باسكال بالضغط الواطي بالجدول تطلع ال V1 نفس الحالة VF عند العشرة كيلو باسكال من الجدول A4 و A5 و A6. المهم راح طلع ال Work of Pumps اللي هو V1 في ال P2 ناقص P1، طبعا توحد الوحدات هنا كلها تخليها بالكيلو باسكال، ويطلع لك شغل البومب 10.09 كيلو جول لكل كيلو جرام من الماء. ال H2 يصير H1 زائد الورك بومب، ال H1 عندك ضيف للورك بومب يطلع لك H2. احتاج H3، عندي P3 وعندي T3، راح اقارن بالجدول اطلع H3. هنا بما انه العمليه ايزنتروبيك بين 3 و 4 اذا يطلع ال S3 لين راح يساوي لي ال S4 ايزنتروبيك بروسيس. اذا النقطة 4 عندي P4 10 كيلو باسكال وعندي S3 يساوي S4 من ناجيبها. اذا عندك تو بروبرتيز تروح تطلع الاكس هنا، طبعا تجي تقارن تشوف هنا الاس وين بالنسبه للفيزز، فتروح اذا اكو اكس 4 طلع اكس 4.79 هنا، وتروح تطلع اتش 4 ايزنتروب اتش. اذا كل الاتشات طلعت اربع امثال قدرت احصل عليها، اروح اطبق القوانين مالتي كيو ان اتش 3 ناقص اتش 2 كيو اوت اتش 4 ناقص W نت الشغل الكلي Q إن ناقصا Q out. طيب إذا thermal efficiency سهلة بعد، الشغل الكلي عليما على ال Q تطلع 40.2%. الكتلة معدل الكتلة المتدفقة هنا تقدر تحسبها من الباور اللي منطلق إياها بالسؤال بالبداية 210 حول الكلي تربة في ألف على الشغل الكلي اللي أنتج هنا، يعني الشغل الكلي اللي ينتج فيطلع لك مقدار 164.7 كيلو جرام بير سكند. يعني هذا مقدار شنو؟ معدل الكتلة للمائع المتدفق داخل الدورة أو داخل المحطة. شوف الإكزامبل اللي بعده حقيقة هنا نفسه مستخدمة، يعني ايضا دوره عاديه، بس شو مسوي هنا انتبه ري هيت، يعني اقدر استخدم اكثر من تيرباين، يعني اللي يطلع حاسه هذا التيرباين اذا يطلع منه ارجع اسخنه واشغل بيه تيرباين ثاني لان بعده حار بيه بخار كثير، فاقدر استفيد منه ابى اسخنه لهنا وارجع اشغل بيه تيرباين ثاني. فهنا شغلت تو تيرباين هذا وصل نقطة رقم 3 قبل لا ينزل، قبل لا ينزل جو الساتوريتد يعني بعده بالسوبر هيتد، يعني من يطلع من التيرباين الاول زين مباشرة اسخنه بطريقة تسخين معينة كثيرة واحوله الى التيرباين الثاني، فراح اشغل بي تي تو تيرباين. هنا ايش راح يصير عندك هنا الهيت اديشن 2 3 وبعدين 4 زائد 4 5 هذا الفرق.
بس الورك اللي طالع راح يكبر، راح يصير عندك ثلاثه اربعه هذا ورك، وخمسه سته ايضا ورك، بينما الكيور ريجكشن نفس فتستفيد من عتها نفس الحسابات، تحسب للبمب ال H2 تطلع، ال H3 تطلع، زين ال P4 وال S4 مساوي لل 3S، تطلع هنا H4 ازوتروبيك. بعدين الخمسه نفس الضغط، نفس الضغط هو رجع على نفس الضغط، زين العفو يعني تاخذ الضغط مال 4 5 اللي هو 1 ميجا باسكال راح يصير هنا. وعندك هنا التمبرتشر اللي تدخل 500، تدخل 500 نفس نفس التمبرتشر، العفو رجع نفس التمبرتشر بس الضغط الثاني مال اللي هذا يسموه اول واحد هاي بريشر تيرباين، الثاني يسموه لو بريشر تيرباين، هذا 1 ميجا باسكال نفس الحاله. راح اطلع ال H5 منها الستة راح يصير نفس ال S5 يساوي S6، وعندك ضغط السادس اذا تقدر تطلع H6. تقدر تطلع ال H السادس من عنده يعني خلال الاكس وبعدين الاتش نفس الطريقه اللي طلعنا هناك في المثال السابق. بعدين تروح تطلع الورك التيرباين راح يصير تو ورك، ثلاثة أربعة وخمسة ستة تجمع الحرارة الداخل راح يصير اتش ثلاثة اثنين، يعني اتش ثلاثة ناقص اتش اثنين زائد خمسة وأربعة أيضا اتش خمسة ناقص اتش، خليهم تطلع دبليو نت راح يصير دبليو تيرباين اوت ناقص دبليو بوم. وتروح تطلع الافشنسي بنفس الطريقه والام دوت ايضا بنفس الطريقه. طبعا تقدر هنا اذا عندك الكفاءه مال التيرباين والكمبرسر اقل من 100% فتروح تستخدم قوانين الايزوتروبيك افشنسي اللي اخذناها بالشابتر السادس بالنسبه للبوم شغل الازتروب على شغل الحقيقي، وبالنسبه للتربان شغل حقيقي على شغل الازتروب. فالفرق هنا راح يصير بالاتشات هنا فوق الازتروب، هنا اكتشول هنا بالعكس. وهذا سبق اخذناه بالدورات السابقه واخذناه بالشابتر السادس. شوف هسه هذا راح يختلف، لان الاكتشول راح يصير كفاءه تختلف فيتغير الضغوط وتتغير الامثال بيز الحقيقي. فعندك هذا مثال على الحقيقه، فانت شو تسوي هنا؟ تروح تاخذ النقاط في بدايه ونهايه، في بدايه ونهايه كل، اذا جاك السؤال بدايه ونهايه كل جهاز، لان هنا عندك لوسز يصير نتيجه التغير والضغط، لوسز نتيجه الفريكشن تغير الضغط، فتاخذ بدايه ونهايه كل جهاز. وتروح تسوي حساباتك زين دبليو تيرباين هنا راح ينضرب بالكفاءة بالنسبة للتيرباين، وطبعا هنا دبليو بومب ايضا شوف دبليو بومب هذا راح يطلع لك اخر زين نتيجة وجود الريفرسبلتي اللي اخذناها الانعكاسية ما موجودة هنا، فعندي حقيقة لا انعكاسية تسبب لي خسائر نتيجة الاحتكاك، وغيرها من العوامل تسبب لي هنا انه الكفاءة مو 100% هنا 87. فهنا تروح تطلع الحسابات من جديد تحسبها على اساس الكفاءات مال التورباين ومال شفنا كيو ان اتش 3 ناقص اتش 4 هذا دبليو تيرباين والكيو ان هذا عندي، فالدبليو نت راح تتغير شوف تلفت هنا دبليو نت، لان دبليو تيرباين هنا طلع لي شنو اقل من المثال، طبعا هاي يسموها الدوره الحقيقيه. والكفاءه شوف صارت 36 كانت 42 يعني صارت 36 هاي الحقيقيه بسبب وجود طبعا نفس الحاله احنا قلنا هيك مثال وهيك شغل وين ببرايتون بسبب وجود الخسائر. ف
فيقل شغل التربح.